هاخد بقى حضرتك بعد الاخبار السريعه جدا من امم افريقيا، الاخبار مهمه عشان مباريات بكره. الجابون طبعا في مقابله المغرب، يعني مقابله ناريه، المغرب ضمنت الصعود، عايزه نقطه عشان تصعد. الجابون تحتاج نقطه واحده وتصعد رسمي مع المغرب وتخلي غانا ثالث. طبعا باتريك نوفو مدرب الجابوني فجر مفاجأة وقال لك انتهى مشوار بيير أوباميانج وماريو لامينا في كأس الأمم، خلاص كده سمحنا لهم بمغادرة الكاميرون لإجراء الفحوصات بعد أعراض كورونا، نفس اللي حصل مع بدر بنون. فاجئهم برضو النهاردة لامينا، ماريو لامينا اللي هو اللاعب الجابوني الكبير اللي هو خلاص مشي ساب المنتخب، أعلنوا بشكل مفاجئ جدا على الانستجرام وقال لن أبتلع الأكاذيب التي تهدف لإيذائي في سبيل علاج المشاكل حول هذا المنتخب. أنت من تفضح نفسك، لم يعد هناك شيء اللي أفعله، أنا أضع نقطة النهاية لكل ذلك وأعلن. وقال كمان أشعر بالأسف لمنتخب بلادي المحاط فقط بالأكاذيب الذين لا يبحثون سوى عن الضجة، حظ طيب لكل من في البطولة والتجمعات، أعلن اعتزالي اللاعب دوليا بصفة نهائية. ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا جدا للجمهور الجابوني. على الجانب الآخر بقى مايه، طبعا ريان مايه وسفيان العكوش وأيمن بركوك لاعب المنتخب المغربي تكلموا وقالوا ان هم جاهزين لمباراة الجابون وعايزين يفوزوا عشان يثبتوا انهم موجودين. فوزنا في مباراتين وعايزين نأكد الصدارة، احنا سعداء باللي قدمناه لحد دلوقتي وكل بنقدمه هدية للشعب المغربي. طبعا في برضو بعض الحاجات السريعة مع حضرتك برضو، معلش، في خطاب شديد اللهجة طبعا للكاف عشان برضو ده يهم مصر. الكاف يعني أرسل خطاب شديد اللهجة للفيفا وبيقول فيه موقفنا هنا لا يمثل تحديا للقرار نفسه ولكن احتجاجا كاملا على اختاره من لحظة غير مناسبة. وده بمناسبة يا أستاذ أحمد إن الكاف أرسل خطاب للفيفا بيختاروا فيه بعدم الرضا بحق توقيع عقوبة ضد اللاعب السنغالي بابا جي اللي هو لاعب السنغالي اللي الفيفا وقع عليه عقوبة تمام كده، على خلفية قضية مستمرة بقالها سنة على الأقل أصلا يعني. فأرسل خطاب شديد اللهجة أن يجب التعامل مع الأفارقة وأفريقيا بصورة أفضل من كده وأن الأفريقيا لازم يعني يبصلها بنظرة احترام ونظرة أحسن من كده، والموضوع خد جانب كبير جدا. عايز اقول بقى مع حضرتك ان قرعه افريقيا، قرعه الجوله التمهيديه لكاس الامم الافريقيه 2023 تم الاعلان عنها. طبعا الاول المستوى الاول والمستوى الثاني هيبقى فيه دور تمهيدي زي ما حضرتك عارف، وبعدين هيتقسم في فرق، ست فرق على مستويين هيقابلوا بعض. الاول المستوى الاول ليسوتو، اسواتيني، بوتسوانا، جامبيا، جنوب السودان، موريشيوس، والمستوى الثاني تشاد وساو تومي وبرنسيبي وجيبوتي والسومار والسيشل وأريتريا. والجدول الجولة دي هتبقى 12 فريق بس، طبعا بيتم تقسيم ال 12 فريق الى مستويين، بتلعب الفرق 6 ذات التصنيف الاعلى وبيصعد منهم 6. كمان الكاف اعلن عن موعد القرعة بقى الحسمة لكاس العالم اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنبقى موجودين فيها. وقال الكاف في بيان رسمي ان القرعة هتبقى الساعة 5 بتوقيت القاهرة مساء السبت القادم في مدينة دوالة الكاميرونية. يبقى يوم السبت ان شاء الله الساعة 5 هيتم عمل القرعة بتاعتنا ان شاء الله بتاع تصفيات كاس العالم التصفية النهائية. كمان الكاف طبعا قال ان هو نتائج كاس الامم الحالية لن تعتمد في التصنيف في الفيفا، لن تعتمد في التصنيف وتقسيم المنتخبات. قال خلاص التصنيف معروف، التصنيف الاول السنغال، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا. التصنيف الثاني مصر، الكاميرون، غانا، مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. قال هم دول التصنيفين اللي هيتم على اساسهم اجراء قرعة تصفيات النهائي لكاس العالم، وكاس الامم لن يؤخذ بالنتائج بتاعتها. اتمنى التوفيق للمنتخب المصري في كاس الامم وفي تصفيه كاس العالم، ويا رب يا رب الامور تبقى احسن واحسن. انا كالعاده بشكرك المتالق استاذ فاروق سعده، ببقى سعيد بوجودك معايا، شكرا جزيلا. انا بس عايز اتكلم في موضوع النادي الاهلي. انت عارف حضرتك القصه اللي حصلت النهارده والبيان اللي طلع، ان انا عندي بس رد بسيط ان النادي الاسماعيلي قبل المباراه اتقال رسمي ان المباراه مجرد تجربه ومباراه مباريات وديه، مجرد تجربه، ولكن الواضح على الساحه قدام الناس كلها ان الموضوع مباراه الاهلي سواء وديه او رسميه الموضوع بعيد تماما عن القدم، موضوع بيتاخد بنوع زي ما تقول حضرتك الاطار او الحرب.
الحرب او عارف اللي هي المعركه. لا ده انا لازم يعني المباراه اتقال كده قبل المباراه. هو انا عارف النادي الاسماعيلي زعلان ليه؟ عشان المكافئات الفوز اللي اتقالت قبل المباراه بيوم، وان هنفوز على الاهلي 2-0، وان احنا جاهزين للنادي الاهلي. لكن كل الحاجة اللي اتقالت في البيان انا شايف من وجهه نظري لا اساس عليها من الصحه. كل المحللين الخبراء سواء الكابتن سمير محمود عثمان او الكابتن ناصر عباس او معظم الكباتن الخبراء التحكيم الكبار كلهم قالوا نفس اللي قاله الكابتن محمود سعد بالنص، ان الكوره الاولى فعلا في غلطه من الفار والصباحي، الكوره بتاعه باهر محمد تستحق طرد، انذار تاني وطرد، والفار المفروض ما يستدعوش لان دي مش طرد استاذ مباشر. فاروق، استاذ فاروق يعني جهاد جريشه اكد اللي قاله كابتن محمود سعد هو ضرب جزاء الاهلي صحيح. ميدو نفس القصه، سمير عثمان، كل خبراء التحكيم ناصر عباس المحترمين، كمان ناصر اخبار عباس. كمان طيب نفس القصه. لكن برضه بعد كل ده يطلع دلوقتي رئيس نادي الاسماعيلي يقول لك لم نقصد ان احنا ننسحب، لا اقرا البيان الاول هتلاقي الكلام واضح، ويرجع يقول لك اصل المعلق المباراه كان منتمي للنادي الاهلي، لو عايزين تعملوا اعملوا دوري بقى للاهلي ودوري للغلابه. طب يا جماعه بعد انا اذن بعد اذنك على حضراتكم، حاجه، يا فندم معلش انا بعد اوضح حضرتك بس، على حاجه، اوضح يعني مثل هذه انا بعد حضرتك التصريحات البيان، لا انا بعت لحضرتك البيان دلوقتي انا وهعرضه شفته، للساده المشاهدين البيان وهعرضه للجمهور واضح. الرسمي. لا انا بس اللي عايز اقوله يعني يجب كل مسؤول انه يعي تصريحاته. ما هو انت عشان تبقى مسؤول لازم تعرف انت بتقول ايه، ولما تتكلم تتكلم بمنتهى الوعي، لان برضو كونك مسؤول انت مسؤول عن تصريحاتك، مسؤول عن جماهيرك. فانا بطالب الجميع بلاش نطلع حاجات كانت قديمة ونلعب على وتر الجماهير ونسخن الناس و و و ولا اسباب تانية. ما يصحش نرجع نقول لك اصل يعني لا يصح ان رئيس نادي، كل التقدير والاحترام لرئيس نادي الاسماعيلي وغيره، ما ينفعش رئيس نادي يطلع لك اعملوا دوري للغلابه ودوري للاهلي. مثل هذه التصريحات بتضر بالرياضه المصريه، ولا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي، عايزين كوره محترمه، رياضه تنافسيه شريفه. ويرجع يقول لك اصل ده جزء من الاثاره ركلات الجزاء، وده يعني بننقد نفسنا حتى في التصريحات يعني. فيعني زي ما الاستاذ طلعت سالم بيقول لك الاهلي مولعها جامد، يعني نتمنى الهدوء للجميع والله، والتصريحات تكون مسؤوله وعلى مدى وعي، والناس تكون بتقدر الجماهير وتقدر قيمه الرياضه المصريه يعني. وكمان في استاذ احمد معلش بعد يعني قبل ما اخلص مع حضرتك، في نقطه بس في مباراه النهارده حتى في كره السله انا ما عجبنيش سلوك لاعب الزمالك، مش الحركه كمان اللي عملها، في لقطه اعاده باينه قوي، لفظ بيتكلم وبيشتم وبيغلط، يعني لفظ بالام ومش عارف والله أنا بالاب وبيغلط. تجاوزت والله عنها، لا بس لا بقول لا لك ما ينفعش. يعني بص حضرتك هقول لك على حاجه، يعني رابطه الانديه جمهورنا النادي الاهلي اللي راح المحله احنا اول ناس مع الاستاذ عبد الناصر زيدان انا وهو، حتى الاستاذ عبد الناصر في الاسبوع ده خد ايه قال لك اسوأ جمهور النادي الاهلي اللي عشان السلام الوطني والكلام ده كله، قال لك لازم العقاب يبقى على الكل، والنادي الاهلي متقبل الكلام ده وفعلا ده حصل تمام كده. النهارده حصل موقفين مع النادي الاهلي، موقف من جمهور نادي الاسماعيلي، اولا كان في شتيمه النهارده في الاستاد واللي حاضر كله، انا يعني في ناس كانت حاضره هناك وبلغوني قالوا لي ما فيش حد ينتمي للنادي الاهلي ما اتشتمش النهارده من جماهير نادي يا رب. الاسماعيلي، لا والله والله اداره لعيبه منظومه جماهير والله كله اتشتم. واضحة، جمهور الاسماعيلي ورافع حذاء في وجه جماهير الاهلي، ده يعني غير احنا ده مش ده عايزين غير ده نتكلم في ده غير الحاجات ده دي. ده غير ده كمان ده غير ده كمان اللي رفع الحذاء. لا حضرتك احنا بس بنسجل نقطه هنا وبنهديها لرابطه الانديه، حضراتكم عاقبتوا جمهور النادي الاهلي والدنيا كلها قامت عليها. انا لحد دلوقتي وانا بكلم حضرتك ما شفتش اي حد في الاعلام اتكلم على اللقطه دي، ولا اتكلم على كلام جمهور الاسماعيلي والشتيمه اللي شتمها للاهلي ومنظومه الاهلي وجماهير الاهلي، ولا حد جاب سيرتها. طيب احنا دي نقطه، نقطه لعيب الزمالك برضو ما حدش اتكلم على نقطه اللعيب وهو بيشتم وباين يا اولاد مش عارف وبيشتم يلعن مش يعني ازاي؟ طيب يعني لحد امتى؟ لما معلش يعني قطه الاهلي هتبقى جمل والباقي قطتهم هتبقى فار، يعني لحد امتى؟ طيب يعني لازم الكل ياخد حقه، احنا متفق معاك، الجمهور لما غلط قلنا يتعاقب وتعاقب تمام اوكي، حقهم حقك تاخد حقك، وجمهور الاهلي يتعاقب تمام اوكي. كمان بقى هات لي حقي، انا دلوقتي في لعيب شتمني لازم في عقوبه، وفي جمهور شتم النادي وشتم اللعيبه من غير ما حد حقيقي يتجاوز فيهم، حقيقي فين حق النادي؟ حقيقي فين حق النادي؟ ولازم يبقى معلش يا استاذ احمد لازم هنا برضو الاداره تتكلم وتقول لازم يبقى في وقفه مع الناس دي، خلينا لان ننتظر، خلاص خلينا ننتظر القرارات، وهنساند وندعم كل القرارات اللي بتكون في الطريق الصحيح نحو مساندة ودعم الأخلاق، الاحترام، احنا كل الناس الرياضة، التنافس الشريف، الكلام الجميل كل الناس يا استاذ احمد
بقينا نسمعه بس. كل اللي قلته احنا ده اهداء بس لرابطه الانديه واهداء للنادي، ده اهداء لرابطه الانديه واهداء للمسابقات في السله، زي ما بتعاقبوا النادي الاهلي وجمهوره وادارته برضه النادي الاهلي له حق عايزه بس. رسالة قوية، وأنا بضم صوتي لصوتك يا أستاذ فاروق، وأعتقد صوت كل جماهير النادي الأهلي. بشكرك يا أستاذ فاروق وبسعد بوجودك معايا. فندم ولكل تحياتي لحضرتك يا فندم ولكل السادة المشاهدين، وسعيد جدا ان بكون مع حضرتك. الله يخليك، كل الشكر، بشكرك شكرا جزيلا.